لم تعد قضية انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي قضية معزولة تخص أشخاصا وأفرادا معزولين، وإنما تحولت في الآونة الأخيرة للأسف إلى ظاهرة خطيرة ترخي بتأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع كله، ولا سيما عندما تتناول موضوعات وعناوين مجتمعية عامة تثير المخاوف والذعر في الأواسط الاجتماعية كاستهداف السلم الأهلي والاجتماعي أو إثارة شائعات حول الأمن الغذائي وغير ذلك من الأمور اللي باتت تفرض وضع هذه الظاهرة على طاولة البحث. اليوم راح نناقش هذا الموضوع بشكل أعمق مع ضيوفنا المختصين، معنا المحامية أبرار الصالح، حياك الله أستاذة معنا، وأيضا معنا الدكتور محمود الهاشمي أستاذ الإعلام بجامعة الكويت، حياك الله دكتور معنا. الله يحييك. وأيضا الدكتور فهد الطشاء أستاذ مساعد بكلية التربية قسم علم النفس، حياك الله دكتور. الله يحييك يا أهلا ومرحبا أستاذ. موضوع الشائعات حاليا يعني موضوع يكاد يعني يكون منتشر في مجتمعنا خاصة مع تواجد وسائل التواصل الاجتماعي، لكن احنا قبل لا نناقش هذا الموضوع بشكل أعمق وأكبر عندنا هذا التقرير، خلونا نشوفه مع بعض حول موضوع الشائعات. مثل ما قلنا في التو الشائعات هي تعتبر مشكلة مجتمعية وظاهرة قاعدة تنتشر حاليا بشكل كبير وبشكل أوسع مع تواجد وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نبتدي معك أستاذة أبرار من الناحية القانونية لو بنعرف مصطلح الشائعات. الشائعة بالتأكيد هي تغيرت عن السابق لأن كان نطاقها أصغر وأضيق من اليوم، ونفس ما تفضلتي قلتي بأن هي الشائعة أصبحت أمر خطير جدا لأن اليوم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي سرعة أيضا انتشارها وتأثيرها أصبح أعمق وأقوى. نعم. الإشاعة هي عبارة عن نشر أقوال أو أفعال أو أي معلومات غير صحيحة، وتكون هذه المعلومات كاذبة، قد تكون هي تستهدف أشخاص عاديين أو أشخاص اعتباريين يعني كالشركات أو المؤسسات والمصارف في الدولة. نعم. وأيضا تصل حتى إلى الدولة نفسها فيما يخص أمنها الداخلي أو حتى علاقاتها مع دول الجوار أو الثقة حتى في اقتصادها بشكل عام. نعم. وهي يعني أصبحت الإشاعة أيضا مع تطور وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي أيضا العقوبات تطورت، فكانت هي في السابق أي نوع من الإشاعة كان فقط هي نطاقها قد تكون يعني قانون المرئي والمسموع أو النشر والمطبوعات. نعم. لكن الحين حاليا جميع القوانين كلها بما فيها حتى قانون الوحدة الوطنية أيضا نص على عقوبة نشر المعلومات الكاذبة والغير صحيحة وشدد العقوبات فيها، وجميع القوانين كلها عدلت بأن أيا كانت الوسيلة حتى إن كانت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. فأيضا شددت العقوبة أيضا عليها. نعم، لأن أتوقع صار الموضوع في متناول يد الجميع، الكل ممكن طبعا. إنه هو يستخدم تليفونه وينشر هذه الأخبار سواء كانت كاذبة أم كانت صحيحة، المفروض إن الواحد يتأكد منها بشكل يعني رسمي من الجهات الرسمية نفسها بعدين يروح وينشر هذا الخبر. دكتور محمود، يعني شنو تفسر انتشار الشائعات خاصة الحين مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا بالبداية أرحب في المشاهدين الكرام. موضوع الشائعات يعني اليوم أنا ما أقدر أستبعد هذا الموضوع عن التخصصات الموجودة عندنا في علم النفس، يعني اليوم الإعلام يعني جزء لا يتجزأ أيضا من دراسات علم النفس، علشان نوضح يعني مفهوم الإشاعة لابد أن أيضا ندرس سلوكيات الجمهور إحنا في الإعلام. نعم. لأن القضية كلها نابعة من خلال سلوك معين يتخذ هذا المواطن أو أي فرد من أفراد المجتمع. هذا الشخص لما ينشر معلومة كاذبة مثل ما قالت حسب التعريف لابد أن نرجع نحلل شخصية هذا الشخص. بس إحنا أول شيء مشكلتنا أن ما نعرف منه مروج الشائعة. نعم. ما نقدر نوصل له، خصوصا اليوم في ظل الانفتاح اللي قالت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. بالسابق كان يعني الإشاعة تنتقل من طريق الهمس، يعني واحد يتكلم إذن واحد وتعال من واحد إلى اثنين إلى ثلاث إلى أن تنتشر بين مجموعات. وسائل التواصل وسائل الإعلام بالسابق كانت قليلة، يعني صحافة وإذاعة وتلفزيون والاتصال اللي هو الشخصي أو المباشر. لكن اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي يعني نلقى أخبار تطلع لنا سواء تكون يعني كاذبة أو مضللة،
بعض الأحيان تكون القصد منها التضليل. نعم. عمد. لابد أن ندرس هذه الظاهرة. مثل ما قلت أنا رجعت لأدبيات سابقة، شفت أن من 1902 كانت هناك دراسات تقوم في علم الاجتماع على هذه القضايا، خصوصا في الحرب العالمية الثانية. نعم. لأن أيضا كانت تستخدم في الحروب الشائعات لإحباط معنويات الجيش. نعم. يعني علشان ترفع معنويات، وأيضا الجانب الآخر تنزل معنويات الخصم. فكانت موجودة. من كان يبثها؟ هل الدولة؟ هل جنود؟ هل أفراد؟ شلون قاعد يعني هذه يبي لها دراسة. بعض الجامعات بلشت دراسات في نشر الشائعة كتجربة دراسية. نعم. علشان يشوفون شلون هذه الإشاعة تنتشر ومن وين انتشرت، عشان أدرس أساسها. فكان الباحث نفسه الدكتور هو نفسه أطلق إشاعة بأن اختبارات يعني بعض الاختبارات المواد تسربت، وشوف شلون انتشرت إلى أن وصلت بالميديا، وتصادف بأن هناك مدرسة من المدارس فصلوا طالبة لسبب معين. الناس ربطت القضية بتسرب المعلومات، وشفتوا شلون أن الوزارة افصلوا هذه الطالبة لأن هي اللي سربت، مع أنها ما لها علاقة. هو دكتور قالها بالكلاس حق طلبته وبحث علمي انتشر. شوف شلون ارتبطت القضية. يعني هني نحلل شخصيات الناس، ليش انتقلت، ليش راحت شيء. فهناك في السلسلة هذه أكو وناس متفاوتة في العلم، في يعني كبير صغير، عقليات مختلفة، عقليات مختلفة. نعم. هناك الإنسان الفاهم. يعني أنا أهم أترك مجال حق علم النفس، هو أكيد راح يفيدنا أكثر في هذا الجانب، وإحنا ما هي بعيدة عنا، ولكن أترك مجال الدكتور. نعم. نعم. دكتور بعد كلمنا حول هذا الموضوع نفسيا، لماذا يلجأ الشخص يعني إلى نشر هذا النوع من الشائعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم وأشكر السادة المشاهدين واشكركم على الاستضافه هذه. انا ابدا من ما انتهى له الدكتور صراحه. نعم. ان الشائعه ان مصادر التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل الاجتماعي صارت سريعه اسرع. الشائعه في القديم ما توصلنا بهذه السرعه هذه. صحيح. لكن احنا نتكلم عن سلوك ما تفضل مثل الدكتور، سلوكيات لافراد في المجتمع، سلوكيات مجتمع كامل قد يكون، تكون قد تكون لشخصيات هؤلاء الأفراد، أما لشهرة، أما لعمل أكشن داخل المجتمع. نعم. أو لمثلا الحرب النفسية الشائعة، يعني. نعم. كحرب نفسية تستخدم، يعني مثل ما تفضل الدكتور كانت تستخدم في الحروب كحرب نفسية في الحروب الشائعة تطلق. كذلك الشائعة اللي يطلقون الشائعات هذول لهم أهداف معينة. صحيح. إن الآن لا ننسى إن مجتمعنا وسائل التواصل الاجتماعي تكون مع الشخص الصغير والكبير، مع الشخص اللي يكون على الأقل فاهم شنو قاعد يستخدم أو شنو يقرأ، وغير الفاهم اللي قاعد يعني. فهني تأثير الشائعة راح تمر على جميع أنواع أشكال والتايب اللي موجود من أفراد في المجتمع. صحيح. فهني إحنا الشخصيات مختلفة عندنا، قد الناس تحب هذه الشائعة وتزيد وتغير فيها وتبثها. صح. وتسوي لها ريبلي ومع السلامة، أو رتويت ومع السلامة مثلا. وفي ناس لا توقف تبحث في الأمر، لأن الشائعة هذه قد تضر في البلد، قد تضر في مجتمع، قد تضر في أسرة، قد تضر في فرد، وقد شخصيات اعتبارية مثل ما قالت الأستاذة، شركات، مؤسسات، مصالح ناس. نعم. فهني إحنا نركز على السلوكيات، على السلوك الموجود في قضية استخدام الهواء الوسائل التواصل الاجتماعي اللي اتاح لنا التكنولوجيا الموجوده اللي هو الهاتف الذكي والانترنت اللي صارت سهله جدا. صحيح. فمثل سهوله حصول على الوسيله هذه صارت الشائعه سهله. نعم. وليست فنرى الان ان في عندنا شخصيات وسلوكيات صراحه نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي ما نقدر نحكم على، لأن عالم غير واقعي، عالم. نعم. افتراضي. نعم. ما أقدر أعرف مثل ما قال الدكتور، ما نقدر نحصل على مصدر اللي أطلق هذه الشائعة. قد اللي أطلقها يقول أطلقها أنا سمعتها من مكان ثاني، مصدر آخر. فنرى صعوبة في الوصول إلى الشخص اللي أطلق أو الوسيلة اللي أطلقت منها هذه الشائعة. نعم. فنرى الناس يعني مختلفة في شخصياتها وسلوكياتها. فأهم شيء عندنا إحنا من ناحية نفسية السلوك، لضبط السلوك على 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 الشائع. فمثل ما قلت لك في ناس يحبون ان الشائع يسوي لها رتويت
او يسوي لها ريبلاي ويبعثها ثاني مره بدون ما يتاكد بدون ما يتاكد. نعم. لانه يحب الاثاره، يحب صحيح. الاثاره شخصيته قد يكون شخص يحب الاثاره، شخص يحب. ولا ننسى ان الشائعه في المجتمع تؤثر على الامن الاجتماعي. نعم. ومشكله هذا امر خطير جدا طبعا، قد تسبب الهلع في المجتمع. صحيح. قد تسبب الهلع بين الاسر بين المجتمع، فتلقى الناس يبدون بالاتصالات على طول. هل صحيح كذا، هل كذا، هل يعني ابسط مثال لو تطلق الان شائع بكره ما في دوام مثلا، شوفي شلون حتنتشر في 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 التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. والناس يبون الشارع بعد ابدا على هذه إيه؟ هذه اللي هني المشكله، الشخصيات والسلوكيات اللي صحيح. تتلقى وترسل الشائع. صحيح. استاذه ابرار، هل فعلا يعني مع وجود الحين قانون الجرائم الالكترونيه احنا ما نقدر نوصل الى الشخص اللي اطلق هذه الشائعه؟ لا طبعا، هي بالتأكيد بالإمكان الوصول حق حسابات كثيرة وهمية، والناس بدأت تتثقف في هذا الأمر، لأن في السابق كانوا يعتقدون أنه هو إذا حط لحساب وهمي في صعوبة أن أحد يوصل له، فكان عنده ثقة بأنه هو يطلق الإشاعات اللي هو يبيها أنه ما في أحد يتوصل له. صحيح. البعض أيضا أخذ فكرة بأني أنا إذا أخذت مثلا هاتف من خارج الكويت أو أني في فترة سفري لو أني بعثت أي معلومات من هذا النوع أو إشاعات فأنا هني خارج نطاق التجريم. نعم. ولكن الأمر هذا أبدا غير صحيح، لأن طالما أن الجريمة جزء منها وقع داخل إقليم دولة الكويت فالقانون المطبق هو القانون الكويتي. نعم. ويعطيهم العافية إدارة المباحث الإلكترونية الجرائم الإلكترونية. نعم. يعني في حسابات فعلا ارصدوها وتوصلوا لها، وانشهرت بعض الاسامي منهم بعض الشخصيات اللي منتحل اسم وهمي صدر عليه. نعم. حكم نهائي من محكمة التمييز ب10 سنوات. نعم. فالنوعية هذه من الاحكام ونشرها هي عبرة للناس بان هذه الحسابات الوهمية بالامكان اصبح الوصول لها، فهني في نوع من التوعية، ودائما عندهم التوعية عبر حساباتهم في التويتر والانستغرام ببعض المحاذير وبعض المحظورات اللي يفترض على كل شخص أنه هو يبتعد عنها. نعم. بالنسبة حق موضوع أيضا الإشاعة اللي تفضل فيه الدكتور، في نلاقي أن البعض هو فعلا عنده مشكلة سلوكية قد تكون لأي سبب ما، فتكون هي تصرف فردي منه. ولكن أثبت الواقع اليوم وبعض حتى الصراعات السياسية اللي هي موجودة بأن في إشاعات هي ممنهجة. الإشاعة هذه قد تكون لشخص هو مدفوع له، فهي أصبحت مصدر رزق وعمل للبعض. نعم. وأيضا قد تكون هي مو فقط شائعة مجردة، قد يصحبها يعني أمور أخرى فتكون شوية معقدة أو مركبة، فنلاقي مثلا قد يصطنع محررات معينة يعني يزور هذه المحررات، أو قد يصطنع هذه عقوبة أخرى بعد طبعا. أو قد أنه يصطنع حتى فيديوهات معينة مثل ما شفنا بأحكام لأحد الجروبات حكم صادر حديثا. نعم. بأن أحيانا في بعض الإشاعات تكون أكثر تعقيد، أن الناس تصنع ممكن فيديو معين تبث الشائعة وتغرد أيضا حتى توهم الناس بأمور غير صحيحة. نعم. إحنا هنا دائما نحذر منه، ونحذر الشخص اللي يقوم فيه أيضا حتى الرتويت، لأن الرتويت أيضا هنا هو مشارك في الجريمة بأن الخبر قاعد ينتشر بشكل أكثر. وأيضا الناس مرات يمكن نقول بأن انخفضت شوية النوعية هذه من الجرائم الإلكترونية، لأنه صار في وعي بأن في قانون. نعم. والقانون صارم جدا، والقانون فيه عقوبات مالية جدا كبيرة، والناس بدأت تفهم بأن مو دائما الإشاعة لما أنا أطلعها تكون هي جنحة بالكثير عقوبتها 3 سنوات. لا، أحيانا الشائعة إذا مست أمن الدولة الداخلي تكون هني جناية ويصل الحبس فيها حتى 7 سنوات. وأيضا حتى الغرامات المالية مشددة مو فقط على الأشخاص. نعم. حتى على وسائل الإعلام، القنوات في المرئي والمسموع، أيضا بالنسبة حق وسائل الإعلام الإلكترونية، دور النشر الإلكترونية والصحف الإلكترونية. نعم. والعديد يعني، فأصبح اليوم في وعي أكثر في العقوبات، وصار في أحكام وسوابق قضائية أعتقد أن كثير من الناس اعتبروا منها. نعم. هذا الموضوع راح نناقشه بتفصيل أكثر، لأن في نقاط مهمة لازم أن احنا نوضحها بشكل هام حول الشائعات، لكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومستمرين في موضوعنا حول الشائعات ومدى تأثيراتها السلبية
في حال انتشارها. دكتور محمود، يعني تكلمنا بشكل مفصل عن مفهوم الشائعة نفسها ومدى تأثيرها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن إذا الحين بنروح حق مروج الشائعة نفسها، شنو هي السبل والطرق الإعلامية اللي يلجأ لها؟ طبعا مثل ما ذكرنا احنا بالبدايه ان بالسابق كانت تنقل الشائعات من خلال الكلام، ها يعني نقل كلام معين الى شخص معين وهذا الشخص ينقله الى الاخرين الى ان توصل الى المجتمع، واحتمال في هذه السلسله مثل ما قلنا انها تتغير بناء على منو الشخصيات اللي قاعد تستقبلها، ممكن واحد يتعمد، ممكن واحد ما فهم زاد عليها نقص منها جي. وهذه على فكره بس اذكر للمشاهدين ان اكو لعبه بالصين اسمها تشاينيز جيم، هذه اللعبه وموجوده يمكن حتى بالخليج، انه مثل تليفون واحد يكلم واحد نفس الطريقه باذنه، وهذه التجربه صارت حتى معي في الجامعه اول ما اخذت ماده من مواد الاعلام، انه طالب يكلمني والدكتور يقول تسمع وتمرر ولا تعلق ولا شيء. فتخيلي 20 طالب بعد ما قالوا لي اول كلمه، وشوفي انا لغتي الانجليزيه ببدايتها شلون كانت، وكانوا اجانب وامريكان، الى ان وصلت اخر واحد القصه غير عن اللي اول واحد بعثها. هذه تشاينيز جيم يلعبونها ويضحكون، يعني بالنهايه واحد يتعمد عشان يبي يضحك الجروب، فيسمعها هو يتعمد يغيرها فتوصل اخر واحد ولا اللعبه او الجمله غير. فيضحكون. شوفي في هدف تربوي من وراء القضيه هذه، مو بس هذا، عشان ارجع حق سؤالي الاولي بس. الهدف التربوي من هذا انه لو انا استخدمها بالتعليم، ليش الرساله تغيرت؟ اكو خلل، يا ان عدم استماع جيد، عدم الانصات للشخص اللي قاعد يكلمني. فيعلمون الناس تعلم انك انت لما واحد يتكلم انصت له بطريقه عدل، ويعني توجه له وخل كامل ذهنك معاه. وانت لما تنقل اي خل كلامك واضح وكل شيء. هذا اهداف تربويه. زين اذا جينا على الواقع العملي، هذه الاشاعه لما تطلع اليوم ما نعرف مصدرها، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اوكي صحيح ان هناك قسم الجرائم الالكترونيه قد يتابع بعض الشخصيات بعض الاسماء الوهميه، بس اذا طلع من برا الكويت شلون؟ اذا نقلنا خلى تويتر على صوب، اليوم الاشاعات قاعد تنتشر على فكره ايضا من خلال الواتساب. صحيح الواتساب الحين ما حد يقدر يك الا اذا واحد من الواتساب رفع قضيه عدل ولا لا؟ صح. ما حد يقدر يقول لي انت ليش باعت رساله، لان انا قاعد ادزها حق جروب الاهل ولا جروب الاصدقاء. اذا طلع واحد من الجروبات ايا كانت عنده حميه وشاف ان هذه المعلومات خطيره، وهو راح يقول، يروح امن الدوله يقول قسم الجرائم انه اكو شيء، بس منو راح يتوهق؟ مدير الجروب زين اللي هو صاحب التليفون اللي اسس هذا الجروب. بس ما نقدر نتتبع هذا. بس احنا بس عفوا دكتور، بعض الامور اللي تخص الدوله من حق النيابه ان هي تحرك. ادري بس شلون يعرفون السؤال؟ يعني هل مو هذا تفتح مجال؟ هل قاعد يراقبون الدوله ولا لا؟ احنا ما نوديش هذا المجال، بس انا اقصد جروب خاص، لان هي القضيه قاعد تنتشر بهالطريقه ان البيت. صحيح. الابناء قاعد يخافون، يبا صدق في خبر انه والله داعش بيدش علينا. الحين سمعوه برا بس انتشر بين الجروبات، ديروا بالكم سكروا مثلا. صح. كل واحد قاعد ينبه عائلته، وهذا يجزه حق جروب يجزه حق جروب، فصارت الاشاعه برا نطاق التويتر اللي تقدر تلاحقها اجهزه مباحث قسم الجرائم الالكترونيه، صارت داخل. فالحين من اللي يوقفها؟ هني انا يجي دوري، انا دوري شنو اللي بسويه عشان اوقف؟ ما اقدر اوقف الاشاعه، موجوده من منذ ان خلق الانسان. ها يجب اليوم انا في تطورنا، التعليم صار عندنا، نسبه الاميه قلت، كل شيء، وين الدولة أمام هذا اللي قاعد يصير؟ ما أقدر أقضي عليه، أقدر أخفف من انتشارها، أقدر من خلال التعليم أفهم الناس خطورة هذا الشيء. نعم. أنا أعطي مثال وقلتها بكلاس أمس، يعني ضحكوا الطلبة. أنا عندي جروب أنا مؤسسه عيال عام عائلة، حطيت شروط إنه ممنوع تدز كذا كذا، لأن كله مكرر. أقول له ليش تدز؟ يا هو أنا شايفه توه من جروب الربع، يزعل. أقول لهم شوف اللي يسوي راح أطرده، يعني 3 إنذارات وطرد، لازم أسوي قانون. نعم. يطلع لي واحد من الجروب، لا شنو تعاملنا بالاسلوب، احنا شنو مثلا، ها يصير زعل بالجروب. تخيل هذا يصير في داخل الجروب، فما بالك معناته اليوم انا عشان افهم الجروب اللي عائلتي ولا ربعي، اول شيء خلي اطلع بالاعلام واللي هو دوركم اليوم، خلينا انبه الناس، ابين لهم شلون المعلومه لما توصل لي شنو المطلوب مني اسوي. نعم. انا خلاص سويتها بصوره بالانستغرام حق طلبتي وحق متابعيني، اذا ياك خبر شو تسوي؟ شوفه مهم ولا مو مهم، اذا مو مهم ايش حق تنشره، اذا كان في مهم اروح المرحله اللي بعدها، وفيها خطوات، ها مثل فلو شارت. هذا لو انا اطبقه على كل واحد واحطه بذهنه مره واحده يسمعها حالات الرسمه وحلوه، بس ما راح يطبقها، لازم اكرر، وهذا يدور الاعلام التكرار مثل بالاعلانات. نعم. وهذا فلذلك اليوم بالتواصل الاجتماعي اشكال منوعه، مثل ما قالت الاخت، اليوم انا استخدم الفيديو، استخدم الفوتوشوب، استخدم برامج المونتاج. صحيح. لدرجه ان انا
انا كمواطن عادي لا ما عندي مهي مشكله الاشاعه شلون تنتشر، ان انا مواطن ما افهم بالتكنولوجيا، لا انا شفت الصوره كايبه، هذا صوره محمود واقف عند منو؟ عند اوباما، ما انا مسويها، انا مسويها بطريقه ان ما حد يعرف ان هذه صوره صجيه ولا كذبيه، ليش؟ انا حري في هذه المهنه. نعم. فما بالك الناس الاخرين، كل ما شافوا صدقوا، فيبقى اكو تقنيات للبحث عن فبركة الصورة، اكو، انا اعلم طلبتي شلون ديش جوجل، شلون دخل صورة، شلون تعرف ان هذه الصورة مفبركة ولا مو مفبركة، اكو تقنيات فنية دقيقة ما اقدر اعلمها للمواطن العادي. صح. فيبقى شلون زين اني بالتعليم بالمدارس بالهذا في المنهج نعلم الطلبة عشان نخفف، يصير عنده حس بالمسؤولية، بس احنا مشكلتنا ان مرة واحدة نقولها وانتهى، لقاء واحد وانتهى، خلاص بعد الحين نروح البيت، الحين الاخبار تينا. الحين ترى في اخبار، ومثل ما قلت الازمه اليوم صايره في الخليج، يعني توقعي الغير متوقع. نعم. وهذا خطوره الشيء اليوم، يجب ان على اجهزه الاعلام، وزاره الداخليه، الاسر، ان يمنعون ابنائهم يتداولون هذه القصص اللي هالدوله تطب على هالدوله. شوف الامير جزاه الله خير ايش قاعد يسوي عشان يحل هالمشاكل. نعم. والمجتمع الدولي مع الامير عشان يحل. انت ليش تنشر؟ انت ليش تخرب مجهود سمو الامير؟ صح. في هذا، لان الاشاعات هي اللي قاعد تخرب كل شيء. نعم دكتور فهد، دكتور محمود يعني جابنا حق نقطه جدا مهمه، وهي المراقبه الذاتيه، مراقبه النفس، في انك انت تضبط نفسك، تتاكد من المعلومه، تتاكد من هذا الخبر، هل تروح تتاكد من الجهات الرسميه هل هم فعلا نزلوا هذا الخبر، بعدين تقوم بتداوله. مدى اهميه المراقبه الذاتيه مع الاشاعات؟ المراقبة الذاتية اللي قاعد تكلمين عنها هذا سلوك سوي، لكن احنا مشكلتنا في السلوك الغير سوي. يعني انت قاعد تقولينه شخص سوي يبي يتاكد من المعلومة وما يبي ينشرها او يستفسر عنها عن مصدرها الحقيقي اللي طلعت منه هذه المعلومة او هذه الشائعة. نعم. ولكن احنا مشكلتنا في السلوك الغير سوي اللي يحب إثارة في نفسه، ما وهي انا قلت لك، مثل ما قلت لك، انه الشخص يتعامل مع الوسائل الاتصال التواصل الاجتماعي يتعامل مع عالم غير واقعي افتراضي. صح. يعني اللي ما يقدر يحققه في الواقع، في شخصيته في الواقع، قاعد يشبعه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. والدليل اغلب بالتواصل الاجتماعي يعني تلقينا حاط نكنيم او صوره مخالفه، اسم مستعار. يعني انت ما دام انك عندك شيء حط اسمك، دكتور، مهندس، طبيب، طالب، حط صورته، حط ليش خايف؟ نعم. عشان تتعامل بسلوك سوي. ولكن المشكله ان مشكلتنا في اصحاب السلوك الغير سوي. نعم. اللي يحاولون، طبعا مثل ما قالت الاستاذه، ان الحين اصبحت مهنه. صح. في بعضهم يتقاضى فلوس، ان يدفعون ناس فلوس على اساس يشنون حمله على موضوع معين او على شخصيه معينه، او يصطفون ضد فريق اخر مثلا. يعني صارت مهنة الآن، يعني مثل ما تفضلت الأستاذ. ولكن إحنا الناس ذولي لما حتى يعني ينقصنا، هو مثل ما أزيد على كلام الدكتور محمود، إحنا نبي التوعية المجتمعية صراحة. التوعية المجتمعية عن طريق الإعلام، عن طريق المدارس، عن طريق الأسرة اللي هي التنشئة الاجتماعية. نعم. اللي منوطة فيها، عن طريق الجامعات والكليات، عن طريق الأفراد، عن طريق حتى أهل الدين بعد، إنما ننشر شيء ما احنا متأكدين منه. نعم. يعني ولا ننسى أن الآن سهولة الحصول على الوسيلة اللي استخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي سهلة. نعم. وأسعار زهيدة. صحيح. ولا أقدر أتحكم فيها. حتى الحين 6 سنوات أو 5 سنوات وقل عندهم يدشون على اليوتيوب ويشوفون وكذا. صحيح. يعني هذه مشكلة كبيرة قاعد نعاني منها. وأنا قلت هي سلاح ذو حدين، هي في جانب إيجابي في جانب سلبي. نعم. يأثر على المجتمع، ولكن إحنا ما نقدر نضبط، يعني ما نقدر نمنع مثلا الوسائل التواصل، ما نقدر نمنع الإنترنت. نعم. يعني هي تنتهي بانتهاء الإنترنت. صحيح. فالكل محتاج، صارت في حياتنا اليومية، صارت هذه مثل الطقوس على الشخص، مثل الصلاة صارت عليه، لازم يقوم يشيك الواتساب، يشوف السناب شات، يشوف التويتر، تلقينها مثل الطقوس، لازم يخلصها. صح. صح. لازم، يعني صارت عليه فرض واجب. المشكلة إذا كانت مهنة، المشكلة أيضا إذا كان سلوك غير سوي عند الشخص. نعم. إنه بيضر أحد، إنه بيثير، بيسوي بلبلة، بيسوي شغلة. والمشكلة الأكبر إذا كانت تضر في المجتمع نفسه، المجتمع اللي نعيش فيه، إنه بث إشاعة. صحيح. يعني لغرض ما، بس لشخصيته. ومثل ما قلنا إن عالم غير واقعي،
واللي يقومون بهذا الدور ناس لا يستطيعون يواجهون الواقع ولا يشبعون حياة ولا يشبعون ما فيهم في الواقع. نعم. فيضطرون لجوء إلى اسم مستعار وكنية مستعارة. نعم. ووسيلة سهلة ورخيصة ويبث السموم عن طريق الشائع. نعم. فنقدر نقول دكتور أن كل شخص يعني يروج هذا النوع من الإشاعات يعني في مرض نفسي أو في سلوك مرضي. نعم. ممكن يوصل لسلوك مرضي. أنا قاعد أقول ممكن يوصل إلى سلوك مرضي. أنا أختلف معك دكتور في النقطة. لا لا هو يوصل سلوك. إحنا نقول لسلوك مرضي إن السلوك المرضي يعني بمعنى إنه شخص قاعد يروج للشائعات يوميا و... يعني مثل ما تفضلت الأستاذة قبل شوي إن في قضايا مسكوهم وحكموا عليهم. صحيح. بس يعني في نوعية من الناس اللي تصطنع بعض الأمور وتسويها بشكل فعلا ممنهج، هذين مثل الهاكرز عندهم درجة ذكاء عالية. نعم. لكن ممكن يكون عندهم شوية انطواء نفسي، فإحنا نقول بأن اليوم شكل المجرم اختلف. في السابق كان المجرم ممكن يكون إنه واضح أنه هو مريض نفسيا، يكون عنيف. اليوم هذه إحنا نسميها جرائم ناعمة. لا فعلا أنا بعد يعني أصحابها يتميزون شوي. إضافة لحديثك، إضافة صار الآن المجرم مثل ما قالت إنه صار عنده تقنية عالية. صحيح. يعني مع الذكاء، مستوى الذكاء صار عند التغنية عالية، ووسائل التواصل الاجتماعي اللي تكون في الهاتف الذكي في أشياء كثيرة في ناس تجهلها، ما تعرف إلا بس تستخدم واتساب والتويتر والسناب وكذا، أما الباقي البرامج ما تعرف تشتغل فيها. صحيح. تشوفين التليفون في ألف برنامج ما يعرف يشتغل فيها. نعم. بس في شغلة ثانية، بس في ناس صارت مثل ما قالت هاكرز وعندهم يعني منهجية معينة. نعم. لقرض ما في بث الشائعة هذه. نعم. دكتور محمود عندك تعليق على الموضوع؟ يعني أقصد في شغلة ثانية، ترى غير أن احنا نتكلم عن الإشاعة بأنها إشاعة مضرة، ترى تدري أن الإشاعة تستخدم بعض الأحيان في جوانب إيجابية؟ شلون؟ أنا اليوم أحتاج مثلا أبث روح أرفع من معنويات الشعب، زين، لأن أكو خطر جاينا ولا شغلة والشعب محبط، فأنا راح أسوي شغلة معينة علشان أرفع من معنوياته. نعم. هذه مو مجربة. زين، مو مجربة. إيه أنا أقولك. أكو بعض الأحيان هذه يسمونها نقط قنبلة أو دعاية، في دعاية بيضاء ودعاية سوداء، يعني هذه التفاصيل ما أنا بديش فيها. نعم. موضوع بروحه متشعب لأن تدخل من ضمن البروباغاندا، فن الكذب، فن هذا. نعم. وتستخدمها الدول، حتى الدول المتحضرة الديمقراطية تستخدم بعض التقنيات من أجل وصول إلى هدف معين. أبي ردة فعل الشارع تجاه قضية، أكو وباء بينا، فأنا أدز خبر علشان أنبه الناس فيأخذون حذرهم. نعم. بأن ما يستخدمون خلينا نقول مواد معينة. يعني تخيلي هذه استراتيجيات إعلامية واستراتيجيات تستخدم في الدول من يعني من أجل احتواء قضايا معينة، أقدر أستخدمها، ولكن لا يكون الكذب. يمكن أكو جانب ان الدين تدخل في القضيه، شلون تشذب عشان انت الغايه تبرر الوسيله والامور هذه. بس اكو بعض الاحيان احنا نضطر مثلا نسرب خبر، نسرب معلومه لحد الان ما انتهينا منها. انا اقول لك مثلا في قانون نبي نشرع قانون في مجلس الامه حول قضيه معينه. نعم. اذا حطيناه بحلتها الجديده مثل ما قدمناه راح يكون معارضه شديده من بعض الناس، فبعض الاحيان شو يصير؟ خلينا نسربها نشوف رده الفعل شنو. نعم. احنا وفرنا وقت، شفنا رده الفعل، عرفنا شنو الشغلات اللي ما يبونها، نرد شنو. هذه الحكومه وايد تسويها. وايد. بس حكومات سووها، وانا اقول لك انا معاها. ليش؟ لان من عفوا من الصعب اني انا اقنع كل الناس بشغله احنا وخبراء دارسينها يعني وهذا، لكن اكو ناس لهم ما يبي يخالفك في كل شيء، مثل قانون الاعلام الالكتروني. ترى مرينا في ازمات، انا من الناس اللي اشتغلت مع وزير الاعلام في قضيه اقرار قانون الاعلام الالكتروني. نعم. تدري ايش كثر واجهنا احنا من قانون اسمه قانون يسمونه الاعلام الموحد، تم رفضه في مجلس الأمة، خجينا قعدنا ردينا مرة ثانية فعلناه باسم ثاني قانون الإعلام الإلكتروني، ولكن هو هدف تنظيم الإعلام الإلكتروني. نعم. لأنه ما كان وقدرنا بعض الاستراتيجيات. إن الدكتور بالنسبة للإشاعة اللي تفيد يقول المجتمع، يعني هي في الأصل إشاعة. نعم. إحنا نتكلم عن إشاعة، أنا ما شغل عاد زينة ومشينة. ما أنا شغل إشاعة. ولكن إني أنا بقط شيء وبشوف ردة الفعل قد ممكن أسبب مشاكل في المجتمع، لا أنا أختلف معه. لا بس احنا نعرف قد تكون عن طريق هذا شكل غير موضوعي، نقصد جمهور معين. اي اوكي، انما إيه ممكن نستهدف. يعني شنو المشكله في ان انا قلت بسوي قانون؟ ممكن نستهدف الشباب مثلا، نتكلم عن موضوع معين. شوف نتكلم عندي رصاص اطلاعيه مثلا، هل انت مع كذا او كذا؟ هل انت مثلا يعني على سبيل المثال لو يرتفع مثلا شغله انت وياها او لا؟ دي رصاص اطلاعيه، هذه معقوله مع انه ما في موضوع، بس اني قاعد
قاعد اتلمس مثل جيس النبض. ايوه اجيس النبض بطريقه كذا، بس نعم. الموضوع ما صار يعني ما صارت الاشاعه، ما صار الشيء هذا، ما صارت اشاعه. لكن اذا مثلا اني برفع من معنويات الشعب على قط شائعه معينه ارفعها راح ترجع لي عكسيه. انا اعطيك مثال، لو صارت صجيه، لو صارت صجيه، لا لو صار نعم. يعني لا لا اذا طلعت اشاعه راح افقد الثقه. انا امام نعم. انا اقصد في حاله معينه في المجتمع يعني مثل اقول حق اولادي بالبيت، مثل اقول حق اولادي بالبيت نعم. انتم اذا شديتوا حيلكم الشهر وجبتوا جريدات عاليه ترى عندنا سفره او طلعه او كذا مكافاه، استانسوا فرحوا بهذا الشيء شدوا حيلهم نعم. انا هذا كلام الحين، بس ما نفذت الشيء هذا راح يحبطون. فهذا يصير عندي احباط الشارع اللي ممكن يحصل. نعم احباط الشارع جدا راح يكون عندي احباط الشارع، فقدان الثقه. نعم فقدان الثقه هذا شيء مهم، اني افقد المصداقيه مثلا الحكومه او المسؤول او الدكتور او الطبيب او المهندس او يعني هذه اهم مشكله. دكتور يعني احنا راح نتكلم على هذا الموضوع اكثر، راح ناخذ منك تعليق دكتور محمود، وايضا راح ناخذها من الناحيه القانونيه استاذ ابرار، لكن مضطرين ان احنا نروح الحين الفاصل ونرجع تالي. مستمرين معكم مشاهدينا ومع ضيوفنا في الاستديو. استاذ ابرار، نبي ناخذها اكثر من الناحيه القانونيه. في التو ذكرتي أنه حتى لو انتشرت هذه الإشاعة أيضا اللي يسوي رتويت على الإشاعة ويتداولها أيضا يعاقب قانونيا، فما هو عقابه في القانون؟ طبعا هو يعتبر المرتوت هو فاعل أصلي، عفوا صاحب التغريدة هو فاعل أصلي، والمرتوت لها هو شريك يعتبر في الجريمة، فهو كشريك يأخذ أيضا ذات العقوبة. اليوم مهم جدا بأن الناس تفرق بأن متى تكون الشائعة أو إشاعة خبر غير صحيح، متى يكون جنحة ومتى يكون جناية. نعم. إن الجنحة أقصى عقوبة توصل فيها بالحبس توصل إلى 3 سنوات، وفي الجناية إذا مست بعض أمور أمن الدولة توصل إلى 7 سنوات، والغرامة المالية 100,000 دينار توصل، يعني 100,000 دينار أيضا مبلغ كبير. مبلغ كبير صحيح. يعني فهني الجناية طبعا بالتأكيد أن عقوبتها صارمة وكبيرة وعدد سنوات أيضا فيها كبير. لكن بالنسبة حق الجناية الجنحة، في ناس أحيانا تعتقد بأن هي بس فقط عقوبة حبس أو ممكن أنها تكون غرامة وانتهت ليه كذي. لا، المتضرر من هذه الأخبار أو الإشاعة المجني عليه أيضا غير العقوبة الجزائية يحق له يطالب بتعويضات مدنية. والتعويضات المدنية هذه سقفها مفتوح، كل ما الشخص زادت درجته الاجتماعية أو العلمية أو مكانته في المجتمع معناته هني زاد التعويضات اللي هو ممكن أنه ينحكم له فيها. يعني على سبيل المثال اليوم لو دكتور معروف، إعلامي معروف، سياسي بارز، نائب في مجلس أمة مثلا، أو أنه يعني أحد أعضاء السلك القضائي، هني التعويض يزيد عن إذا شخص كان شوي مغمور، لأن هني على حسب شهرة الشخص الضرر يزيد، وايضا انتشار هذه الشائعه او التغريده ايضا هنا يزيد. نعم. فممكن انها توصل حتى الى ملايين يعني. خلينا نتحرش فيهم، خلينا يغلطون علينا. ناطر الشارع عليهم دكتور. التحرش وتطلب التعويضات. يغلطوا علي ولا ارفع القضيه. دكتور محمود، تو ذكرنا موضوع الفبركه، دائما ما يلجا البعض مروجين الاشاعات الى فبركه الفيديوهات والصور وغيرها مثل ما ذكرت توك. شلون هذا الشيء ممكن ياثر سلبا على المجتمع ومروج الاشاعه؟ لان شوفي انت اليوم عندك الصوت والصوره، يعني كتلفزيون اليوم لو نقارنه بالاذاعه ولا بالصحيفه يمتلك يعني حواس، يعني النظر، السمع. نعم. وقاعد نشوف شغلات يعني احنا بالتلفزيون وكانه واقع. جمهورك متباين في يعني الخلفيات، يعني الفكريه، العلميه، العمر، وهذا فبعض الناس تصدق، اكو ناس يا هالاطفال يصدقون سوبرمان يطير، يعني انا اقدر اطير ترى، اروح فوق اطلب يقلد. يعني حط ببالكم ان الجمهور في عندك هذا التفاوت فيه. صحيح. فاي صوره اليوم لو شفنا اللي صار في الاردن يوم حرقوا الطيار الاردني داعش وحرقوه وسووا، انا اتصلوا علي احدى القنوات التلفزيونيه قالوا الدكتور مسوي معك لقاء، قلت له ليش؟ قال لي نبي نعرف هذا الفيديو اللي حطوه بالتلفزيون صجي؟ اعتذرت. واليوم قلت حق طلبتي، قال ليش دكتور؟
قلت ترى انا ما قلت الحين افرق بين الواقع والهذا بال... نعم. من كثر ما التقنيات المستخدمه بالتصوير دقيقه، يعني هذيل ارهابيين شابوا الكرين وكمبيوتر جرافيكس انيميشن، يعني ما اقدر اتسرع اجاوب، لازم اخذ راحتي احل الفيديو، وفي تقنيات معينه انا ارجع لها. عطنا وقت، تفاجئني تقول لي اليوم لا ما اقدر، اخاف اطلع اقول كذي باكر يقول طال دكتور ما اعرف هذا طلع فبركه وطلع صج مثلا. ها فشفتي وين وصلوا في طريقه الفبركه. انا دائما اعلم طلبتي، حتى اليوم قاعد اتكلم مع الطلبه عن الفوتوشوب، كيف انا اقدر اعلمهم شلون تقدرون تعرفون ان هذه صوره صجيه ولا كذبيه. نعم. زين انا قاعد اعلم طلبتي على امل ان هالطلبه يعلمون اخوانهم خواتهم اهلهم تنتشر. نعم. لو احنا هذه موجوده وسائل الاعلام تقوم يوم من الايام تسوي لقاء دكتور عطنا اخر تقنيات في الفبركه، زين نشرح لهم بعض الامور علشان لا يصدقون، لان اكو ناس تصدق. صحيح. انت حاط لي فيديو وكل شيء وحاطي صوره يبغى اشوف الرجال واقف ماسك اعلان قاعد يقول تسقط يعني بالسياسه، انا وايد شفناها ترى في في الربيع العربي اللي قالوا له، ولا صور صار له 5 سنوات ما ادري باي دوله ورادين حاطين هني او شالوا الكتاب وحطوا شيء. تقنيات موجوده حتى بالصوت، اكو برنامج نزل قبل فتره اشو انه مطايحين عليه يعني الناس، انا اتمنى ما يصلون مرحله الثقافه والعبقريه والهكر. اكو صوت اليوم انت تتكلم تاخذ الصوت تضيف صوت من عندك من الصوت الاصلي مالك. نعم. بالبرنامج ها تعدل الاصوات وهذا كل شيء، انت شيء ما قلته هو موجود وحطوه باليوتيوب حطوه احدى القنوات تجربه يعني امام الجمهور. يعني شوف لوين وصلوا مرحله ان انا اليوم اقول انا احبك شويه اقول انا اكرهك، شلون جابت اكرهك؟ هو جمعها من الفيديو ركبها وخلاها بطريقه معينه. نعم. هذه شوفي وين وصلنا، يعني تعالي حق الطباعه نفس الطريقه، حتى اليوم الصحف اليوم بال برامج شوفي التطبيقات هذه بالتلفونات ما اسوي دعايه حق اي نوع، تطبيقات وصلت لمرحله من الحرفيه انه ما احتاج الكمبيوتر اليوم معي. صحيح. وانا بالتلفون قاعد بالسياره قاعد بالبر قاعد مكان افضلك ان شاء الله، واذا تبون باللقاء هذا المره الجايه افضلكم شيء وانا قاعد سهوله يعني. نعم. ان ابين حق الناس اقول هذا انا ولا مو انت. وجد انا حساب الانستغرام حاط صورتي مع ترامب وملبسه هو لبس سوبرمان ما يشيله وانا قاعد تشوفه. نعم. يعني الا المحترف يعرف وين يطلع. هذه أمور تقنية لازم يعني يبيلها ناس محترفين، إحنا لازم نعلمها منه الإعلاميين. نعم. اللي أهم مشكلتهم أهم قاعد يتناقلون هذه الأخبار من برا ينشرونها هذه الصحف الإلكترونية الحديثة وسائل الإعلام، لأن أخبار زين أنت محترف ما عرفت تفرق شلون تبين الشعب يفرق؟ فاحنا عشان نبدا نحل القضيه بالتوعيه اول شيء نبلش من الهرم فوق ان نثقف منه اعلامينا والاعلاميين، لان اكو اعلاميين صار لهم سنوات تحدي الان ما عنده حساب ايميل اصلا. صح. فاحنا لازم نثقفهم ندخلهم في عالم الديجيتال وعالم الالكترونيات شلون تستخدم، بعدين تعال انصح الناس مو تنصح الناس عن شيء انت لا تفقه فيه. نعم. دكتور فهد، عمليه الفبركه جدا خطيره خاصه اذا كانت يعني من قبل ممكن نقول التينيجرز او المراهقين اللي تلاقي عنده الخبره الكافيه والذكاء الكافي انه هو يفبرك الموضوع ماخذها وناسه، لكن بالنهايه تنقلب عليه وتكون ضده. مدى تاثير هذا الشيء نفسيا واجتماعيا على الاسره والمجتمع؟ طبعا احنا مثل لابد ان اول نقول طبعا الدكتور الله يعطيه العافيه شرح كثير على الفبركه يعني. نعم. فنرى التينيجر اللي عندهم الذكاء في القضايا هذه جدا يعني هم انا عندهم يقلدون مقلدين. نعم. يعني نذكر نستحضر الحين اللي حرق المدرسه اذا تذكرون. صحيح. كان ودش المدرسه وصور نفسه على اساس انه كان في يعني مقلد لشيء لصوره ذهنيه عنده وسوى هذا الشيء. فنرى بعضهم يقلد يعني مثلا المشاهير يقلد الناس الكذا لإثبات ذات. نعم. لأنه تينيجر يبي إثبات ذاته أني أنا موجود يعني، وكذلك لعملية الفانز والفولوينج اللي يتبعونه يعني المتابعين. نعم. له يعني من التينيجر حتى نفسهم لهذا مثلا لظهور في فينا، ولكن هو لا يدرك خطورة هذا الشيء لأن لها تأثير مثل ما تفضلتي نفسي واجتماعي للأسرة نفسها، ولا ننسى أن القانون راح يحاسب عليها يعني حتى لو كان تينيجر. صح أستاذ، راح يحاسب عليه القانون السالفة. نعم. هذه. فإذا فبرك شيء ومثلا في شخصية معينة ما راح يسكت الشخص الآخر. صح. فهني قلنا نتكلم على التوعية، لا بد التوعية تكون موجودة خصوصا في في مدارسنا، خصوصا في مدارسنا أن ما في شيء عن اي شغله عن وسائل التواصل ما في اي شيء به. يعني حتى مقررات العلوم او مقررات لا ما تتكلم شيء عن التواصل الاجتماعي. نعم. نبي احنا
شيء يوضح للطلبة على التواصل الاجتماعي شنو، كيفية استخدام اليوتيوب والتويتر وكذا، المحاذير منه، الجانب السلبي فيه والجانب الإيجابي فيه، على اساس احنا يكون عند النش على الاقل يعني يتعامل مع هذه الأداة او من هذه الوسيلة بطريقة يعني رقابة ذاتية، مثل ما قلت يراقب نفسه، نعم. شنو ينشر، شنو يحط صور، شنو كذا. ولا تنسين أن هذه كلها تتناقل بين الأفراد وينشرها ولا يدري عن مدى قانونيتها، مدى صحيح. صحتها، مدى كذا. فهي مشكلة صراحة، نعم. يعني مشكلة كبيرة وخطيرة. هني احنا نتكلم يعني كمشكلة مجتمعية، نعم. تؤثر بالمجتمع، نعم. يعني في النهاية، نعم. أستاذة أبرار، يعني من الناحية القانونية يعني وكقانون ما قصروا، نزلوا قوانين تحدد وتجرم هذه الأفعال، لكن بالنسبة للمراهق علشان ينتبهون الأهالي وخاصة الأمهات والأبهات، إن شلون يتعاملون مع أطفالهم اللي هم قاعدين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة، شنو هي العقوبات اللي تنطبق للمراهق مروج الإشاعة؟ طبعا المراهق يعاقب وفق قانون الأحداث من الناحية الجزائية، أما من الناحية المدنية كتعويضات هني ولي أمره هو اللي يسأل عنها ويعني يتم اختصامه فيها. احنا دائما ننصحهم ونقول لهم بأن اليوم احنا يمكن صارت في ثورة تكنولوجية سريعة جدا، الناس عندنا ما استوعبتها، فالبعض أخذها بدون أي إحساس في المسؤولية، بدون التفكير في احترام خصوصيات الآخر أو سمعة الناس أو أن إيذائهم، أو أحيانا شغلة التقليد أو النهوس، أن أنا خلا أقول أي شيء عشان يصير عندي فلورز أكثر أو أني أنشهر أكثر. فالأمور هذه بالتأكيد كلها راح يكون لها يعني عقابها القانوني. فإحنا نوصي الأهل دائما بأن هم أيضا يوصون أولادهم بأن في بعض المحظورات لازم هو يعني يكون حذر منها، يكون حذر من أنه هو يكتب أي شيء يتعرض فيه حق سمعة أشخاص معينين، أي شيء يخص أمن الدولة أو تفاصيل اقتصادية تمس أمن البلد، أو التعرض لأي شخص في سب في قذف، أنه ينتبه حتى من بعض الرتويتات المسيئة أنه أيضا هو ما يكرر تغريدها مرة ثانية. فهني دور الأهل تحذيراتهم المستمرة، وأيضا لازم يعلمون عيالهم بأن هناك في عقوبات وبأن هذه الحسابات الوهمية ممكن الوصول لها، وأيضا من خلال المراقبة المستمرة لهم. نعم أستاذة أبرار، يعني في التو تكلمنا أن في ظل الأزمة الخليجية قاعد تطلع كثير من الشائعات، قاعدين يتداولونها الأشخاص، ممكن هناك بعض الشخصيات اللي نقول اللي هي مشهورة في السوشيال ميديا قاعدين يتناولون هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة، بعض هذه الشخصيات قد يعني يبالغون في وجهة النظر ويتطاولون على أحد الدول اللي هي موجودة في هذه الأزمة، القانون شلون يعاقب هذا الموضوع؟ أول شيء إحنا عندنا الدستور يكفل حرية الرأي، ففي حدود حق النقد المباح وتواترت عليها جميع الأحكام القضائية، بأن طالما كان هو مجرد رأي وكان الهدف منه مو الإساءة لأحد، كان الهدف منه التنوير الغير، أو أن الهدف منه مصلحة عامة يعني، أو أمور يعني ما فيها ضرر لأحد، وهي يعني تحمل حسن النية ما تحمل الإضرار في الدولة أو غيرها، فهني هذه تعتبر ضمن حرية الرأي المسموح فيها قانونيا. أما بالنسبة حق نفس ما تفضلتي أن بعض يهدف من خلال كلام الإساءة لدولة شقيقة، هذه طبعا الأمور قد يكون لها تبعيات وتأثيرات حتى على علاقة الكويت في الدول الشقيقة، فطبعا هذه هني تعتبر عمل جنائي، هني ما تعتبر هي جنحة. فأيضا دائما نقول حق ناس لا ياخذكم الحماس وايد ولا تتحمسون وايد، كتبوا عن رأيكم، عندنا دستور جميل وأيضا يقدر ويحترم حرية الرأي، كتبوا رأيكم بكل احترام بكل رقي، عبر عن رأيك بدون الإساءة حق أحد آخر. نعم دكتور محمود، من وجهة نظرك الحلول المقترحة علشان احنا نحد من هذه الأزمة خاصة في ظل تواجد وسائل التواصل الاجتماعي؟ شوف، هو في حلول يعني آنية وفي حلول يبيلها خطة استراتيجية. نعم. تتبعها الدولة، يعني ما بالغ بالموضوع. الآنية اللي يقدر يسويها كل إنسان فيما بين يعني أسرته أول شيء. الحلو انه اليوم احنا عندنا انترنت وعندنا جوجل، نقدر نبحث بشكل بسيط. انا سويت يعني فلو شارت، شغله شلون اذا يانا خبر يعني اقوله حق طلبتي وقاعد اقوله بجروباتي. نعم. اذا بدينا في المحيط اللي احنا فيه وبعدين نتوسع على المحيط الاكبر، يعني ابسط طريقه انا قاعد اقوله حق الانسان تسوي غير تسوي ومفهومه، يعني جدول سيده. نعم. اذا وردك خبر شنو الاحتمالات؟
ما صحت، اول اسال نفسي ما صحت الخبر، عندي احتمالين، يا ان خبر غير صحيح او غير مؤكد، اذا غير صحيح غير مؤكد لا تنشره. يعني صح. انت تدري انه مو مؤكد وغير صحيح لا تنشره. زين اذا كان صحيح روح حق المرحله اللي بعدها. زين هل هذا الخبر فيه فائده؟ روح مره ثانيه، ما في فائده لا تنشر، في فائده روح انشر وتوكل على الله. يعني قضيه جدا بسيطه. يبقى الحين هذا انت نور يعني اللي حوالينك، ومن ثم تعال المجال الحكومي. اليوم الحكومه الاعلام له دور، الجامعه لها دور. انا كثير كنت انادي من خلال يعني لقاءات او حتى بالجامعه، منهج اللي ادرسه حق الطلبه مدخل الى علم الاعلام، يمكن يسمعوني الدكاتره الحين، انا اختلف عن بقيه الدكاتره في المنهج اللي قاعد المذكره اللي قاعد اعطيهم. ليش؟ لان اليوم الجامعه شو على سبيل المثال قبل كان مدخل الى علم الاعلام ماده تدرس لطلبه الاعلام فقط. نعم. فلذلك كنا نتوسع بالنظريات والنماذج وامور كثيره منهجيات. بعدين الجامعه غيرت سياسه، صارت هذه الماده مدخل مفتوح للجميع، طلبه الجامعه. نعم. الهندسه الطب وغير غيره. زين هذا لما يجي طالب الهندسه وتخصصاته الصعبه، يعني مثلا تبي تاخذ مدخل، انا لازم اسهل هذه الماده بطريقه يستوعبها وبوصل له شلون الاله الاعلاميه تشتغل. فانا غير متخصص قاعد ادرسهم. اي خل اسمي الاعلام للغير متخصصين، غير متخصص. فقاعد ادرسه باسلوب الاعلام التوعوي. نعم. ميديا ليترسي، هذا قاعد يدرسونه في جامعات في اوروبا وفي مدارس ثانويه في اوروبا. تعتمد على منهج التفكير النقدي، التفكير الناقد، كريتيكال ثينكينج. ان اليوم يعني خبر لازم اسال ليش، كاتب كتب مقاله ليش، مو قضيه ان اشك في كل شيء، بس احنا في زمن ممكن تجينا معلومات غير دقيقه وغير صالحه ولها مصلحه وفي اجنده كلنا ندري. فلذلك احنا اليوم لازم ندرس منهج الاعلام التوعوي في المدارس، وهذه يعني مسؤوليه الدوله ان تثقف اطفالنا في المدارس عشان لما يجي الجامعه يكون هو فاهم. احنا بالجامعه اكو ناس ما يعرفون قانون الجرائم الالكترونيه، ما يعرفون قانون الاعلام الالكتروني، ما يعرفون حقهم، ما يعرفون ان الريتويت. انا عندي قضيه سمعتها واتابعها كاعلامي، قضيه اللي سوى ريتويت باعاده تغريده حكمه اكثر من حكم اللي سوى التغريده الاصليه. ليش؟ بتقدير القاضي. نعم. ان هذا كان عنده فرضا ما اتذكر الحين العدد، فلورز اكثر، اللي كان عنده 10 100 فلورز، هذا عنده 5000. زين هذاك سوى 100، انت 5000 ليش انت نشرت اكثر؟ صح. الضرر اكثر. فلذلك انا دائما انبه طلبتي في بدايه الكورس عن تويتر والسوشيال ميديا. نعم، لابد من التوعية في هذا الموضوع. الأهالي لازم ينتبهون على عيالهم أكثر ويحرصون ويراقبون شنو هم قاعدين يستخدمون في التليفون. لازم يكون فعلا توعية من الناحية الإعلامية وكيف نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الناحية القانونية وما هي العقوبات اللي تترتب عليها. شكرا لكم أساتذتي على تواجدكم معنا اليوم. شكرا لك المحامية أبرار الصالح والدكتور محمود الهاشمي أستاذ إعلام بجامعة الكويت، وأيضا الدكتور فهد الطشة أستاذ مساعد بكلية التربية قسم علم النفس، على تواجدكم معنا اليوم. شكرا حياك. شكرا لكم مشاهدينا، احنا مستمرين معاكم ومواضيع أخرى راح نناقشها من بعد هذا الفاصل.